دكتور ثابت، شوط اول اهلاوي، سيطره تامه للاعبي النادي الاهلي في الشوط الاول، يعني اسفرت عن هدف، ولكن كان ممكن لاعبي النادي الاهلي كنا ممكن نشوف هدف واثنين وثلاثه. شوط اول بعنوانه هو سيطره سلبيه من النادي الاهلي، يعني مش الاداء مش ممتع قوي بسبب وجود في بطء في تحضير الهجمه من ورا من لعيبه النادي الاهلي، في تغيير كتير في طريقه اللعب، كل شويه نلعب 3 3 1. يمكن دي اول حاله معانا، دي حالات معانا ولا ده الملخص؟ لو معانا حاله البطء في تحضير، بص ده حضرتك الهدف، الهدف وبدايته اللي ابتدت عند اللاعب محمد رضا، وعجبك يا دكتور بص، محمد محمد رضا واحد من احسن اللعيبه اللي بيلعب ناحيه اليمين، وبص حضرتك هاتها من الاول، هات الترقيصه من الاول والدور اللي عمله فيه. يمكن ده الشوط الاول بشوف ان في بطء كتير قوي في تحضير الهجمه، في تغيير كتير في طريقه اللعب من 3 3 3 1 ل 4 2 3 1، في تغيير اماكن كتير، مفيش ثبات. هنا بدايه الهجمه عند محمد رضا. بص محمد رضا لعيب موهوب، انا قلت لحضرتك عليه، لا لعيب موهوب عنده بيروح ثقه، جريء عنده وبيشوط ثقه، وعنده المساحه. هنا زعلوك برضو الاستلامه والدوران بشكل كويس، فيها توفيق طبعا. فيها توفيق بس الاستلامه بتاعته حلوه برضو، والاستلامه واللفه بالمدافع. بشوف ان النادي الاهلي قادر ان هو الشوط الاول كان قادر ان هو يسجل جونين وثلاثه لو لعبنا بشكل احسن من كده شويه. مستوى الضغط بتاعك مفيش ريتم، الريتم المفروض النادي الاهلي بينزل فارض الريتم، بيعمل ضغط عالي بشكل كويس، الكره بتبقى سريعه. لو معانا، لو حتى جاهز الحاله اللي هي في الدقيقه 21 والثانيه 10، في بطء شويه، محتاج ان انا اكون اسرع شويه من ورا في النقله. الحاجه اللي بعد كده كمان التغيير الكتير، يعني انت ثبت 4 2 3 1، واحد زي يوسف عفيفي بدأ الماتش رايح ناحيه الشمال، يوسف عفيفي اصلا عشان تاخد منه لازم تقربه شويه جوه المنطقه، هو صانع العاب، انت حاطه ناحيه الشمال، فلما بيقرب اكتر هو الشوط بعد، يعني جه غير الطريقه في الدقيقه 28 لما حس ان الاداء مش حلو قوي، راح مغير طريقه اللعب، حولها 4 2 3 1، ازاي؟ ان هو الاثنين اللي ورا كان معتز محمد واسلام عبد الله، ابراهيم عادل راح ناحيه اليمين ومحمود لبيب، وبعدين دخل فارس خالد واحمد وحيد اثنين ارتكاز، وقدامهم يوسف عفيفي صانع العاب، وناحيه اليمين محمد رضا، وناحيه الشمال هشام مصطفى، وقدام زعلوك، وبعد شويه راح مغير طريقه اللعب تاني، راح مودي ابراهيم عادل شفناه داخل في العمق، وراح مودي محمد رضا بقى ظهير جناح. ففي تغيير كتير في طريقه اللعب، التغيير الكتير ده ممكن يربك لعيبتك اكتر ما يربك المنافس، وده اللي انا شايفه. تمام، شكرا. المطلوب من الشوط الثاني من لعيبه النادي الاهلي، يعني السيطره تامه لعيبه النادي الاهلي زي ما الدكتور احمد ثابت قال، يعني في رتم بطيء شويه، كله سلبي. زي ما اتكلم دكتور احمد، اللعب سلبي قوي، وفي نفس الوقت كابتن اسامه انا زي ما اتكلمنا في قبل الماتش قلنا ان طلاع الجيش هينزل متكتل في نص الملعب. تمام، وده زي ما انت قلت فعلا قبل المباراه بالظبط ده اللي احنا قلناه. طب انا عندي كابتن اسامه فرقه متكتله، يبقى لازم العب من على الاطراف. احنا الشوط الاولاني كله عايز العب من العمق، هو خلاص انت دلوقتي ما بيكون عندي فيه تكتل لازم اشغل الاطراف. دي اول فرصه في المباراه كانت عرضيه من اليمين جات لزعلوك بالظبط، يعني والجون الجون اللي احنا جبناه كابتن اسامه منين؟ من على الاطراف، مهاره فرديه، الراجل عد عمل بالعرض جون زعلوك، فلازم لا والبطء كتير قوي، يعني البطء لا، لازم انا فرقه على ملعبي لازم يكون عندي الشراسه، ادي الاحساس للناس كلها ان انا نازل اكسب من اول دقيقه، لكن البطء الكتير ومفيش تحرك في الجزء الامامي، هو تحرك اللي الدكتور احمد اتكلم فيه كلها تحركات لعيبه مش تحركات والكره معايا، يعني بتشوف دي برضو فرص من الفرص. الهجمه دي لو معانا من الاول يا ريت، دي هجمه مميزه، دي كانت احسن هجمه. يعني انا من توقعي لو في الهجمه دي كانت جت هدف، ودي كانت في بدايه المباراه كانت غيرت شكل طلائع الجيش، وبدا نشوف اهداف تانية يعني في الشوط الاول.